للتعليق على بقاء المحافظات المنكوبة على حالها من الخراب والدمار وبقاء سكانها نازحين في مخيمات العراء بعد 3 سنوات من إعلان حكومة العبادي القضاء على تنظيم داعش، ينضم إلينا الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك دكتور صباح. يعني بعد 3 سنوات على إعلان حكومة العبادي القضاء على تنظيم داعش، إلى أي مدى ترى أنه تم فعلا القضاء على هذا التنظيم؟ وبعبارة أخرى، إلى أي مدى ترى أن العراق الآن خاليا أو خال الآن مما يسمى بالإرهاب؟ حقيقة ما يدعى بعملية التحرير للمناطق التي دخلها واحتلها داعش لا يمكن أن تكون تحريرا ما لم يتمكن الحكومة من تحرير حاجات المواطن الأساسية، بدءا من عمليات البناء واستعادة المهجرين، وكذلك أيضا البحث الكبير والمهم جدا لجميع المغيبين، سواء كانوا موتى أو سواء معتقلين في أماكن قد لا يعلم أهلهم أين هم الآن. هذه جوانب جوهرية وأساسية في التحرير. أما عملية طرد داعش عسكريا هذا أيضا به علامات استفهام كبيرة جدا، والدليل أنه منذ 3 سنوات ولغاية اليوم أن داعش في حالة كر وفر مع القوى الأمنية في مناطق مختلفة، أي أن هناك عمليات خرق أمني مستمرة، دليل على أن عملية التحرير لم تصل إلى أهدافها الحقيقية وإنما فقط من الناحية العسكرية. والانعكاسات في عمليات التحرير التي مورست باستخدام القوة المفرطة حقيقة في تدمير المدن التي احتلها داعش هي السبب الجوهري والأساسي حاليا في معاناة المواطنين. حتى اليوم لم نستطع تقديم جميع الخدمات بكل أشكالها والبدء بعمليات استعادة البناء الذي يعزز ثقة المدن المدمرة وأهاليها بالحكومة، هو هذا الجوهر الأساسي لعملية التحرر. حتى اليوم لم تشهد المدن المنكوبة من جراء الحرب على داعش أي إعمار يذكر، تقابله الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسريا والنازحين الذين ما زالوا يفترشون العراء ممنوعين من العودة إلى مناطقهم، ومن عاد منهم فلم يجد إلا الخراب في منطقته. إذن يعني هذه المعايير، معايير الانتصار التي تتحدث عنها الحكومة أو السلطات الحكومية، إلى أي مدى تجد أن صداها ربما يكون منطقيا لدى الشعب الذي لم يجد من معايير الانتصار هذه شيئا على الأرض؟ بصراحة عوامل الانتصار التي يتحدثون عنها لا تعكس لنا إرضاء بسيطا وثقة للمواطن في كل الإجراءات التي اتخذت على مدى 3 سنوات، وكأن هناك عملية مدبرة لإبقاء المناطق المدمرة وعزلها عن أهاليها في مناطق مهجرة على شكل مخيمات أو غيرها. حقيقة هذا يدل لنا أن هناك سياسة غير واضحة المعالم في عملية استعادة الإعمار واستعادة المهجرين والبحث عن المفقودين أو المعتقلين أو غيرهم أو حتى الموتى الذين أصابت هذه المدن بأعداد كبيرة جدا تقدر بأكثر من 100,000 شهيد أو قتيل، أدى إلى عمليات التحرير التي يدعون كما هو ملاحظ عندنا في المدن المدمرة بشكل كبير في البنية التحتية، ولم تحرك ساكن الحكومة رغم الإيرادات
الفلكية التي دخلت العراق، إلا أن الفساد الذي عشعش في مفاصل الدولة لم يسمح بعملية إعادة البنية التحتية أو عمليات طيب. إعادة البناء الحقيقية. دكتور صباح، للمدن، منذ إعلان انتهاء الحرب على تنظيم داعش أواخر العام 2017 والحكومة تنفذ عمليات أمنية تحت مسمى ملاحقة فلول داعش، ترى ما الهدف من إبقاء داعش شخصية أساسية في المشهد الأمني المنفلت أصلا في العراق؟ حقيقة هذا الجانب الجوهري والأساسي هو إبقاء عسكرة الحياة في العراق. نعم، عسكرة الحياة هو الذي يعطي للفساد والأذرع المسلحة التي يمتلكها الفساد هو الجوهر الأساسي للسياسة المستقبلية والحالية للعراق من أجل تنفيذ أجندات خارجية ومطامع نلاحظها بين الحين والآخر تظهر بشكل كبير جدا في السياسة للحكومة العراقية، كما لم يتحدث اليوم السيد رئيس الوزراء في الفلوجة أثناء زيارته عن أي شكل من إشكال عملية إعادة الإعمار أو عمليات التخطيطات المالية أو عمليات البحث عن المفقودين وهم بالآلة. بالحديث عن تداعيات الحرب على داعش وما تبعها من وعود حكومية بإعادة الإعمار وتعريض أو تعويض عفوا المتضررين من سكان المدن المنكوبة، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يتحدث مطلقا عن ملف المغيبين قسريا خلال زيارته مدينة الفلوجة، إحدى أكبر المدن المتضررة من جراء الحرب. كيف تعلق على تغاضي الكاظمي ملف المغيبين قسريا رغم يعني أهمية هذا الملف ورغم خطورة هذا الملف؟ حقيقة أن الحكومة تدرك أن وجود أعداد كبيرة من المغيبين والمعتقلين باسم داعش الذي سيبقى لعشرات السنين القادمة حقيقة يؤرق المواطن في هذه المدن من لاستخدامها كشماعة من أجل عمليات التغيير الديموغرافي، التغيير في السكان، عمليات عدم الاكتراث بإعادة البنية التحتية أو غيرها لأسباب كثيرة، ولذلك نلاحظ يسمحون بعمليات الخرق الأمني لوجود داعش في جيوب معينة في مدن، ولذلك بين فترة وأخرى تقوم القوى الأمنية بحملات مختلفة لاعتقال بعض العناصر باسم داعش، وهذا هو الذي يؤدي إلى حالة التوتر المستمرة لهذه المدن وأهلها. الدكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.